بتقدم أكاديمية جرامكو مجموعة من المنح المهمة للشباب، وإحنا كتير حابين نحكي لكم أكثر عن تفاصيلها لحتى الكل يستفيد منها. لنحكي أكثر عن هاي المنح ونحكي عن فعالية اليوم المفتوح الخاص بمبادرة حلق بمستقبلك، معنا بالاستوديو الأستاذ سامر حسن خورمة وهو رئيس أكاديمية جرامكو، ويزيد فادي العسل وهو منتفع سابق من الأكاديمية. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم. بداية، إيش هي مبادرة حلق بمستقبلك؟ أول شيء شكراً على استضافتكم لنا. وحلق بمستقبلك هي مبادرة من شركة جرامكو لصيانة الطائرات، بتعطي منح ل 25 طالب إنهم يدرسوا في الأكاديمية دراسة صيانة الطائرات، ومن ثم يتوظفوا بالشركة. حلو. فإحنا عم نعمل هاي المبادرة عشان نجيب 25 شخص عندهم الشغف بهاي المهنة، يدرسوا صيانة الطيارات ويخلصوا الدراسة، ياخذوا الرخصة ويتوظفوا بالشركة. بيسكلي هاي بتأهلهم لسوق العمل. نحكي بتأهلهم لسوق العمل ومنوظفهم، ما بنخليهم يدوروا على شغل. اوكي حلو. تعليم من اجل التوظيف دغري هيك رأسا. رح نحكي بتفاصيل اكثر بعدين، بس يعني باختصار كيف انطلقت فكرة هاي المبادرة؟ هاي المبادرة انطلقت من المدير التنفيذي عندنا بالشركة. المدير التنفيذي اسمه السيد جيف ويلكنسون، هو اجى على الشركة بال 2017 بنهاية 2017، والشركة الحمد لله هي أكبر مزود مستقل لصيانة الطائرات في الشرق الأوسط. واقترح هاي الفكرة إنه إحنا بدنا بحاجة لشباب يدخلوا بهاي المهنة. هاي المهنة مطلوبة كتير على مستوى الشرق الأوسط ومستوى العالم، فهذا الشغل المطلوب. فكر إنه كيف إحنا بدنا نرفد الشركة بطلاب. في عنا أكاديمية تملكها الشركة، والشركة تملكها دبي لصناعة الطيران، المالك الأكبر خلينا نقول. وطرح هاي الفكرة على مجلس إدارة وقالوا له هذا الحكي ممتاز. بعد ما استثمروا ملايين دولارات في هاي الشركة في الأردن بالذات، والنجاح اللي أخذناه منها، في عنا 1000 موظف وأكثر شوية في الشركة كلهم أردنيين، ومن فكرة إنه بدنا نرد الجميل للمجتمع، وبنفس الوقت بدنا نكافح البطالة ونحاول نقضي على أكبر عدد منها. وزي ما سيدنا الله يديمه فوق راسنا بيقول، الشباب بدنا نستثمر فيهم، والتعليم والموارد البشرية. بالزبط. احنا عم نجمع كل هذا الحكي مع بعضه. هذا اللي كنت جاي احكي لك اياه، لانه اصلا لما انت يعني عم تعطي الشباب هاي الفرصه وعم تستثمر فيهم وبعدين عم توظفهم بالشركه، هم انت كسبت ولائهم الابدي ان هم بدهم يردوا الجميل ويطوروا بالشركه كمان. هذا اللي احنا بنسعى وراه. فهو المدير التنفيذي اقترح هاي الفكره، قالوا هذا فكره ممتازه وخلينا نباشر فيها ونحاول نخلي الشباب يجوا ويلتحقوا اللي حابين بهاي. طب ايش هي شروط التحاق الشباب؟ الشروط سهله جدا. الشروط انه يكون ناجح توجيهي، اوكي، عمره بين 18 و30، او عمرها، لانه احنا بدنا شباب وبدنا بنات، ويجوا يقدموا للمبادره بكره. اها ممتاز حلو. طب يزيد، بما انك من المنتفعين من هاي المبادره، كثير بحب اعرف قصتك، يعني هيك كيف بلشت، كيف عرفت عن الفكره، كيف كانت تجربتك؟ هلا انا عرفت عن أكاديمية جرامكو، كنت يعني ناجح توجيهي وعم بدي أدرس. طبعا أنا كان عندي شغف زي ما حكى سيد سامر إنه بدي إشي طيران، بس هذا اللي شايفه عندي. فسمعت عن أكاديمية جرامكو، رحت وسجلت ودرست، تخرجت من الأكاديمية بال 2012 بشهر 4/2012 بالضبط، عبين ما خلصت أمور اللايسنس وطلعت رخصتي، لأنه رخصتنا بتطلع من بريطانيا مش من هون. أوكي. وفي رخصة طبعا اللي هي الرخصة الأردنية. عبين ما طلعت رخصتي بشهر 9، بشهر 10 كنت أنا موظف من موظفين جرامكو يعني. بالضبط. ولليوم مع جرامكو. طبعا المشوار ما إن هي بلش بال 2012 مع جرامكو لل 2016. بال 2016 طبعا نحن بنفوت يعني أي شركة موجودة في يعني الجريدز خلينا نحكي. انا دخلت جرامكو عادي يعني موظف، نحن تكنيشن. بالضبط. دخلت تكنيشن، بعديها خلاص لانه وصل المرحله انه لازم الواحد يطور بحاله ويعمل بحاله. صحيح. فاخذت كورس انه تابريتنج كورس على طياره الايرباص 330. اوكي. وطبعا اعترفوا لي في الشركه بعد ما خلصت المتطلبات اللازمه لهذا الحكي، وصرت انا سيرتيفايد على يعني سيرتيفايد سينيور ميكانيك على الايرباص 330. بعديها بسنه وشهر سنه وشهرين اخذت تايبريتنج على الايرباص 340. احنا طبعا مش عارفين شو هم الطيارات طيارات الايرباص يعني طيارات الايرباص. انت عم تحكي عن طيارات عم يعني
بيحملوا من خطوه لخطوه قصدك بالضبط من خطوه لخطوه طيارات كمان يعني احنا ما عم نحكي عن طياره صغيره او هذا لا انت عم تحكي عن طيارات كوميرشال يعني كوميرشال وفي يعني بتحمل اكثر من 200 ل 300 راكب فيها يعني فهمتي كيف وطبعا هذول الطيارات يعني انا لما احكي انه انا وصلت هاي المرحله يعني انا راح اوقع واختم انه الطياره بدها تطير طياره سيف انها تطير هلا مسؤوليه كبيره طبعا كثير كبيره انت ما عم تحكي على شخص او شخصين لا انت عم تحكي على 200 و300 شخص يعني هلا بدي اسالك سؤال ايش هي فعاليات او جدول اليوم المفتوح جدول اليوم المفتوح اليوم المفتوح بده يبلش بالساعه 9 ببلشوا الناس يجوا على المدينه الرياضيه مدينه الشباب مدينه الحسين للشباب الساعه 10 في عندنا كلمه ترحيبيه من المدير التنفيذي وبعدين بده يعمل برزنتيشن للشباب عن هذا الموضوع طبعا احنا كمان شاكرين لوزير العمل اللي بده يكون راعي هذا الحفل لانه رعايته مهمه لانه هو دخل بالتشغيل كمان بهذا الموضوع بعدين بس يقدم المدير التنفيذي البرزنتيشن تبعته العرض التوضيحي بصير في امتحان انجليزي وامتحان رياضيات بفوتوا الشباب والصبايا بيقدموا امتحان رياضيات وانجليزي بعدين بيروحوا بعد كم من يوم بيطلعوا النتائج من ناديهم لمقابله بعديها مشان رد نتاكد انه هذول عندهم هذا الشغف اللي عم ندور عليه حلو حلو طيب احنا يعني بدورنا بننصح كل الشباب انهم فعلا يستغلوا هذا الاشي لانه عن جد فرصه كثير حلوه رائع الواحد يطور حاله بمجال مطلوب جدا مطلوب يعني احنا عم نحكي من هون ل 15 سنه بدنا تقريبا بالشرق الاوسط 66 الف فني يعني 3300 بالسنه فكتير مطلوب هذا والفرص موجوده بس الواحد بده يشتغل على حاله بس الواحد بده يشتغل على حاله بدي اشكركم كثير على يعني نورتونا بالاستوديو بدي اشكركم على وجودكم ويزيد فخورين فيك وعلى اللي عم تحكي شكرا استاذ سامر لك ولجرامكم اللي عم تدعوا الشباب بهاي الطريقه شكرا لكم